انا هقول لك، احنا ابتدينا في اوربت 2002 الحقيقه، يعني من زمان قوي قوي. وبعدين انا الاون اي، احنا بنتكلم في موضوعات كتير، او بنتكلم في مشاكل زوجيه، مشاكل تربويه، مشاكل خيانات زوجيه، مشاكل، بنتكلم في كل حاجه. بعض الاحيان هو بيزنقني في حته ببقى انا محرجه شويه، ولكن بقدر اسيطر على الموقف لان في خطوط حمراء بنحاول ما نعديهاش ابدا يعني. فالشغل مع عمرو ممتع جدا جدا. عمرو انسان ذكي قوي، ذكي جدا، مذاكر جدا، جاهز جدا. وده اعلامي اما تقابله الصبح ما تعرفوش، ولكن اول ما يقعد على الكرسي في الاستوديو بيتوهج، بيركبه شيطان المعرفه، عارف، بتلاقيه اختلف. هو دخل الاستوديو تقول هيقول ولا مش هيقول، ولكن اول ما يقعد انا ما بعرفش عمر الموضوع اللي هنتكلم فيه، ولا عندنا اعداد يعني. انا بقعد على الكرسي ما اعرفش عمرو هيقول لي ايه، فعنصر المفاجاه هنا هو اللي كويس قوي قوي.